سمو الملكي الامير خالد الفيصل، وعرضها الوفد البحريني على رئيس الاتحاد الدولي كرة لمحمد. من الفكرة من الاساس السعودي دائما ببصمته موجود. الحمدان يسجل، عبد الله الحمدان يضع كرة في شباك حمادي الداسري ويعلن عن اول اهداف اللقاء. هذه المحاولة الماضية سعودية وصلت الى من؟ نواف الى الحمدان بالقدم اليسرى. هوبا 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 ملعوبة في منطقة الجزاء. خبر يقين وتأكيد الانتصار يأتي براسية خبراني. خبراني يضع الكرة في المرمى ويسجل ثاني أهداف الأخضر من الركلة الركنية على رأس محمد عبده. خبراني كرة في شباك حمد الداسري، ثاني أهداف في المنتخب السعودي. هذه الكرة والمحاولة الماضية والرأسية تأتي وخبراني